مالك يا سام؟ فيك ايه؟ تخيلي يا امي رشا ما كلفتش نفسها تسال عليا ولا بالتليفون صغير عشان تعرف ما عندهاش اصل ما بيطمرش فيها. رهنت عليها بس واضح ان انا خسرت الرهان. يا ما قلت لك وحذرتك منها يا ابني. طب والعمل ايه دلوقتي؟ والله ما انا عارفه اقول لك ايه. يعني لو ما كانتش حامل كنت هقول لك طلقها. فعلا ولاد الحواري ما لهمش عزيز ولا غالي. لا يا سعد يا ابني ما تقولش كده، في ناس كتير ولاد حواري وعايشين كويسين عندهم اصل ونفسهم عزيزه قوي. بس انا قلت يعني جايز فقرها والظروف اللي هي فيها هما اللي خلوها كده. لا يا ابني دي وضعها متأصلة فيها وفي أهلها. العيب في فقر النفوس مش في فقر الفلوس. مين يا هاني؟ ده الأستاذ شاهين حمل أستاذ سعد. شفت يا أمي شكلنا كنا هنظلمهم. خليه يدخل يا هاني. اتفضل يا أستاذ شاهين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا عمي اتفضل. لا أهلا ولا سهلا، أنا زعلان منك. زعلان مني ليه ان شاء الله؟ بقى يا راجل تسيب البيت من غير ما تقول لي. معلش يا عمي ما انت عارف بقى مصارين البطن بتتخانق وانا ورشا شادين مع بعض اليومين دول وما رضيتش ازعجك. قوم تسيبها كده وتهج، تسيبها لوحدها في فيلا طويله عريضه، افرض حد تهجم عليها يبقى ايه الوضع دلوقتي؟ اها انت شكلك كده مش جاي تصلح. اصلح ايه وهبب ايه؟ ده انت خليتها خل. عايز ايه يا عم شاهين؟ بصراحه بقى رشا بنتي مش طايقاك. وبصراحة بقى بنتك بجحة وقلة الأدب وما عندهاش وفاء لجوزها. أرجوك يا حاجة بلاش غلط، أنا راجل بحترمك وبقدرك، وبعدين ما تدخليش بين رجالة. رجالة؟ هما فين الرجالة دول؟ لابس لي باروخة بتقول لي رجالة؟ بلا خيبة، رجالة إيه؟ آخر زمن. اهدي اهدي يا أمي، خلينا نشوف الأستاذ عايز إيه. هي كلمة برد غطاها. كلمة إيه؟ زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. بركة يا جمع انها جت منكم ولا جتش منا يا اخويا. كده بالسهل؟ شوف يا سعد يا ابني انت راجل ابن ناس ومتربي وما تقدرش ان واحدة تعيش معاك غصب عنها. بص يا لا اذا كنت فاكر ان انا ابن ناس وان انت ممكن تنفذ اللي في دماغك وتضحكوا عليا تبقى غلطان. ده انا صايع ومستعد افعصكوا كلكوا واحطكوا تحت رجليا. الله 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 الله، ايه الغلط ده؟ الغلط ده هو اللي يقلقك لانك كلك غلط في غلط. يا سعد بلاش عند، خلينا حبايب وطلق من غشة وشجر. ده تهديد ولا ايه؟ لا ده نصيحة. خلي نصيحتك لنفسك. لا 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 لا. ويكون في علمك بقى بنتك دي ما عادتش تلزمني لانها واطية وخسيسة، انما انا بقى ليا حق عندها ومش هسيبه. ده احنا اللي لينا حق مليون جنيه مؤخر وهناخده لما نطلق. مليون جنيه؟ يا بجحتك يا اخي. يا حجه يا حجه انا في بيتك عيب كده؟ عيب؟ هو اللي زيك يعرف العيب يا راجل يا واطيه اللي ما عندكش اصل. خليك معايا انا. بصي انا هنا بنتك دي انا ادفع فيها فلوس عشان اخلص منها، انما لا انا ليا عندها مليون جنيه مهر وفيلا وابني اللي في بطنها. هتاخده ده كمان؟ امال عايزنا نسيبه يتربى وسط الخسه وقله الاصل؟ لا لا يا سعد انت كده بالصعبه وهتوصلها للمحاكم. بره. لا ايه ده انت واعد كلامك؟ بره بدل ما مد ايدي عليك واخفسك اكتر ما انت مخفوس. الله يسامحك. الله انت تعرف الله؟ ده انت يا اخويا جاي طمعان في الملايين كلها. بره يلا. الله الله الله. بره ماشي يا سعد. يلا من هنا ماشي. يلا بره. ما انا ماشي بره. الله حبيبي اهدى، صحتك ما تستحملش زي ده كله. اهدى يا حبيبي اهدى. فور لي دمي وعلى لي السكر الله يحرقه.